حدث خلاف بين زوجين والزوجة تريد الرجوع من أجل الأولاد وأبوها مصمم على الطلاق، ما الحكم؟ الزوجة تريد الرجوع من أجل الأولاد وأبوها مصمم على الطلاق، أرى أن الأب إذا لم يكن له عذر بين يأثم، أما بد من النظر في سبب رفض الأب، وإلا فالله سبحانه وتعالى قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا قضوا بينهم بالمعروف.